اللهم صل صلاة كاملة على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض بطانية أطفال وإن شاء الله تعجبكم وسهلة وبسيطة جدا. نبدأ مع بعض بسم الله. هستخدم لعمل البطانية خيط، هعمل لون البامبا ده أو البينك ده، وأليز نوع الخيط أليز بيبي سكريم. لو انت عايزه تعرفي رقمه او الكالر بتاعه 191، الكالر بتاعه 191. طبعا لازم معانا وحده القياس. انا هعمل مقاس البطانيه متر في متر، ممكن زي ما قلت قبل كده ممكن تعمليها 70 في 70، 80 في 80، 90 في 90. عايزه تكبري عن متر في متر براحتك. في فيديوهات ادخلي على الصفحه الرئيسيه للقناه ودوس على قوائم التشغيل، هتلاقي اكتر من موديل لبطانيات اطفال، وان شاء الله تختار اللي يعجبك، وان شاء الله الموديل اللي هنعمله مع بعض النهارده يعجبكم باذن الله. احنا قلنا الخيط ووحده القياس، وممكن بقى تستخدمي مع الخيط ده لا اما ابره مقاس 3 لا اما ابره مقاس 4. انا هستخدم معاكم النهارده ابره مقاس 4 علشان الشغل يكبر معايا بسرعه. انت بقى براحتك، تنفع دي وتنفع دي. الغرزة اللي احنا هنشتغل بها البطانية غرزة جبال القلب، طبعا اكيد كتير منكم عارفينها، هي غرزة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتدي شكل جميل جدا للبطانية. فاول حاجة احنا هنعمل عدد سلاسل بالمقاس اللي احنا عاوزينه. هو العدد اللي هو يقبل القسمة على 2، وفي الاخر هنزود سلسلة كده 2 2 كده. افضلي بقى اعملي كده 1 2 1 2 لحد ما توصلي بقى، تبدأي تقيسي بوحدة القياس لحد ما تلاقي نفسك وصلتي للمقاس اللي انت عايزاه. بعد ما تعملي عدد السلاسل المناسب، طبعا هتأكدي بالمقاس الأول عشان تبقى طالعة معاك البطانية مظبوطة، تتأكدي من المقاس في الأول علشان مش تعملي عدد السلاسل وبعد كده بعد ما تخلص البطانية تلاقي المقاس مش المطلوب. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ بعد ما عملنا السلاسل او المقاس اللي احنا عاوزينه هنزود سلسلة، تمام كده. بعد كده هنعد 1 2 3، الرابعة دي غرزة الرابعة، بص دي 1 2 3 الرابعة، ندخل في الرابعة هنعمل عمود بلفة، السطر كله بقى هنعمله عمود بلفة كده، والغرزة اللي بعدها عمود بلفة، هو لفتين ولفتين. نخرج من لفتين ومن لفتين، كل بقى السلاسل اللي انا عملتها دي هعمل فيها عمود بلفة. بالشكل ده خلصت كده السطر الاول كله اعمدة عمود بلف عادي خالص. السطر التاني بقى هنرتفع، هنشتغل غرزة الحشو، فانا هرتفع سلسلة لارتفاع غرزة الحشو وهلف الشغل. المكان اللي انا ارتفعت منه سلسلة ده انا هعمل فيه غرزة حشو، نفس المكان، نفس المكان ارتفعت منه هعمل غرزة حشو. هاجي بقى الغرز كلها حشو، بصي اهو حشو لفتين واخرج منه، هدخل من غير ما الف الخيط على الابره، وادي هم كده واخرج، بدخل السطر كله حشو. يبقى كده عملنا الاولاني كله اعمده، التاني كله حشو. اشتغلت السطر كله حشو بالشكل ده، يبقى الاول عمود بلفه زي ما قلنا، وبعدين التاني حشو، وبعد ما تنسيش اخر غرزه اللي هي عند الارتفاع دي ما تنسيهاش عشان تطلع معاكي ايه مستقيمه كده من الحواف بتاعتها. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هي طبعا احنا قلنا هنعمل غرزه جبال القلب او اسمها القلبين، هنرتفع 2 سلسله والف الشغل نفس المكان اللي ارتفعت منه 2 سلسله، اعمل فيها عمود بلف نفس المكان. دي كده العمود اللي تحت اهو، فوقيه ده عمود اهو، يا
يعني انا سلاسل الارتفاع دي مش بحسبها، انا عملت جنبها ارتفعت 2 سلسلة بس وعملت جنبها عمود. هنا بقى غرزة الحشو اللي بعدها دي انا مش هشتغل فيها، انا هشتغل في العمود اللي تحت. واخدين بالكم كده؟ يعني الحشو دي اللي بعدها بعد العمود دي مش هشتغل فيها، هشتغل في الايه، في اللي تحت ده. ده انا اشتغلت فوقيه خلاص، هشتغل هنا كده، هلف الخيط وهعمل عمود امامي كده اهو، تمام. اسحب الخيط واطلع. نيجي بقى غرزة الحشو اللي بعدها، اعمل عمود بلف، يعني مرة بشتغل في غرزة الحشو ومرة بشتغل في الاعمدة اللي تحت، مرة بشتغل في السطر بتاع غرزة الحشو ومرة بشتغل في العمود اللي تحت. طيب اللي جنبها بقى دي، خلاص انا كده اشتغلت اهو غرزة الحشو دي فوق العمود ده، مش هشتغل عليه. هاجي بقى العمود اللي بعده وهعمل ايه، عمود امامي. غرزة الحشو اللي بعدها اعمل عمود، طبعا دي فوق دي كده، هاجي بقى بعد كده العمود امامي. واضحة ولا ايه؟ يعني مرة بشتغل على سطر بتاع غرزة الحشو بعمل فيها عمود بلف عادي، ومرة بشتغل على الأعمدة اللي تحت بعمل فيها عمود أمامي. اللي بعدها بقى غرزة الحشو اللي بعدها بده عمود أمامي اهو، غرزة الحشو اللي بعده هعمل فيها عمود عادي. طبعا ده اللي فوق غرزة الحشو. هنجيب هنا اللي بعدها اهو، العمود ده اهي، ده بتاع غرزة ايه، اشتغلنا فوق غرزة الحشو بتاعته اشتغلنا. هنيجي بقى هنا هنعمل عمود امامي اهو، العمود قدام الابرة، غرزة الحشو نعمل عمود بلف، عمود امامي. في الحشو عمود عادي. عمود امام، واخدين بالك؟ يعني مره شغالين على السطر اللي تحت ومره شغالين على السطر اللي فوق. في الحشو عمود عادي، على الاعمده من تحت عمود امامي، العمود قدام الابره عمود عادي، في غرزه الحشو عمود عادي، عمود امامي. بالشكل ده بقى لاخر السطر. ما تنسيش وتشتغل في غرزة الحشو اللي ورا العمود، لا ماشي، غرزة الحشو اللي بعدها، اللي بعدها تشتغلي فيها عمود عادي كده. بالشكل ده بقى لاخر السطر، عمود عادي في غرزة الحشو وعمود امامي في سطر الاعمدة اللي تحت. خلص السطر معايا بالشكل ده، بص حلو قوي، يعني يبين ايه جمال الغرزة من اولها كده. كنت بعمل ايه بقى؟ كان في سطر عمود عادي وفي سطر حشو، كنت مره بشتغل على الحشو ومره بشتغل على العمود اللي تحت ده. في الحشو كنت بعمل عمود عادي، واللي تحت كنت بعمل عمود امامي، تمام كده، مره فوق مره تحت. في الاخر ما تنسيش، في الاخر احنا في الاخر اخر غرزه بتبقى عمود برضو زي ما بداتي، بنرتفع سلسله ونلف الشغل، هنعمل برضو السطر في نفس المكان اللي ارتفعت منه هعمل حشو. السطر بقى ده كله هيبقى حشو، يبقى الغرزة هتبقى عبارة بعد كده عن تكرار السطر اللي فات ده وسطر الحشو على طول، هما السطرين دول اللي هتبدأي تكرري فيهم لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه. انا كده هعمل ايه، السطر كله حشو. اشتغلت سطر الحشو، وما تنسيش اخر غرزة زي ما قلت لك عشان تبقى متساوية معاكي من هنا كده. هنرتفع 2 سلسلة. هنا بقى هنعمل ايه، هنعكس بقى. يعني احنا الاول هنا ده الامامي اهو، طبعا في نفس المكان ارتفعنا منه نعمل عمود، طيب هنلف الخيط.
ده الحشو اللي ايه، ده العمود الامامي، ده الحشو اللي فوقيه. العمود الامامي ده الحشو اللي فوقيه، هنعمل فوقيه عمود عادي. وده العمود العادي هنعمل ايه، هنعمله امامي. هي كده بقى، العمود العادي هنعمله امامي، والعمود الامامي هنعمل فوقيه عمود عادي. يعني هنشتغل العمود الامامي فين؟ هنا كده، هنا هنا هنا، تمام. يعني العمود الامامي هنشتغله فوق العمود العادي ده. يبقى انا بعد كده هعمل ايه؟ ده الامامي اهو، هعمل في الحشو اللي فوقيه ده عمود عادي، الف الخيط. ده العمود العادي اهو، هعمل عمود امامي. الف الخيط، ده العمود الامامي، الحشو اللي فوقيه هعمل فيه عمود عادي. طيب هيحصل ايه بقى لو انت عملتي فوق الامامي امامي كده على طول؟ هتطلع معاك الغرزه كده، مش هتديكي شكل غرزه جبال القلب اللي احنا عايزينها. لكن لو احنا بنبدل كده فهتلاقيها طالعه معاكي كده، ده شكل الغرزه الصحيح، يعني جايب زاويه كده. لكن لو طلع معاكي مظبوطه لفوق كده، لا يعني الامامي هيبقى فوق الامامي كده كده، مش هتديكي نفس غرزه جبال القلب. لكن ايه التبادل ده هو اللي هيديكي شكل الغرزه مظبوط. احنا كده عملنا ده بقى العادي، هنعمل فيه امامي اهو. ده الامامي، هنشتغل في الحشو اللي فوقيه عادي. يعني العمود العادي بتشتغليه في غرزة الحشو، والعمود الامامي بتشتغليه في السطر اللي تحت اهو عند العمود العادي. يا سهلة اهي وبسيطة، هنا اهو في الحشو عمود عادي، العمود العادي اهو، نشتغل الامامي. اوعي تعملي فوق الامامي امامي زي ما قلتلك كده. هتفضلي بقى تبدلي بالشكل ده لحد يعني السطر اللي جاي هنعمله حشو، واللي بعده هنعمله برضو زي ما بنعمل ده كده، بس برضو مش هتشتغلي فوق الامامي امامي زي ما قلت لك، هتشتغلي الامامي على دي على دي دي، تمام. بس بين السطر والسطر ما تنسيش الحشو، لانك انت بتشتغلي مره على الحشو ومره على تحت، مره على الحشو ومره على اللي تحت. بص بقى بعد ما خلصنا السطر، بص شكل الغرزة. آه هنا العمود اهو الامامي كنا بنعمله، والتانية هي اللي فوقيها، يعني مش طالعين فوق بعض، تمام كده. السطر بقى اللي جاي هنعمله حشو، اوعي تنسي سطر الحشو زي ما بقولك. هنرتفع سلسلة اللي هي ارتفاع غرزة الحشو، ونلف الشغل، ونفس المكان هنعمل حشو، وفي كل غرزة هتقابلني حشو. بص بقى الغرزة طالعة معانا ازاي، يعني مش طالعين بقى الأعمدة الأمامية فوق بعضها، لا بص ادي واحد اهو والتاني جنبه كده، هيبقى واحد ناحيتي وواحد جنبه كده، تمام. دلوقتي هنشتغل غرزة الحشو، هنرتفع سلسلة اللي هي ارتفاع غرزة الحشو، ونلف الشغل نفس المكان، هعمل غرزة حشو، هعمل بقى في كل غرزة هتقابلني غرزة حشو، سطر كله حشو. بعد ما خلصنا سطر الحشو ببدأ ارتفع 2 سلسلة، ونقرر بقى هنعمل في نفس المكان عمود، هنعمل بقى ده عمود عادي هعمله ايه امامي، والعمود الامامي ده عند غرزة الحشو من فوق هعمل عمود عادي. بالشكل ده، و اهو هنا عملنا عمود عادي، هنشتغل هنا كده الامامي، بدأ
بعد كده ده غرزة الحشو اللي فوقه، غرزة الحشو هنعمل العمود العادي. يعني دايما العمود العادي بنعمله في سطر الحشو، والعمود الأمامي بنعمله في السطر اللي تحته في عند العمود العادي كده. ايه في الحشو، عمود عادي في الحشو. وأكرر بقى كل الحكاية إنك بتعملي بعد ده هتعملي سطر حشو برضو، يعني على طول قبل سطر الأعمدة سطر حشو زي ما قلت لك، وبعدين بعد سطر الحشو هتعملي سطر الأعمدة ده على الحشو نفسه. بنعمل العمود العادي على سطر الأعمدة اللي تحت، بنعمل الايه العمود الأمامي، والعمود الأمامي بتعمليه في العمود العادي ده. تيجي عند العمود العادي ده، يعني الامامي ده ما نجيش ناحيته، بنعمل فوقيه عادي في غرزة الحشو، وده العمود العادي ده اللي بنعمل فيه الامامي. تمام كده، هنا كده كده هتبدأي تعملي بقى حشو وبعدين الاعمده، حشو وبعدين الاعمده، وما تجيش تبدلي زي ما قلت لك ان هي بتبقى الامامي عند العمود العادي ده، والعمود العادي فوق غرزة الحشو على سطر الحشو، وهكذا لحد ما توصلي للطول اللي انت عاوزاه. يعني احنا مثلا عايزين نعملها متر في متر، فممكن نوصل ل 90 سنتي بالغرزة دي ونوقف علشان لسه هنعمل لها حواف. اكمل انا بقى لحد المقاس اللي انا عاوزاه، مش المقاس اللي انت عاوزاه كله. انت مثلا هتعملها 80، اعملي الغرزة كده لحد 70 علشان تسيبي مكان للحواف. عاوزه بقى عامله انت متر في متر، عايزه تعملي الغرزه دي كلها متر والحواف ما تحسبهاش من ضمن المقاس، اعمليها بقى متر. يعني المهم بقى كملي الغرزه لحد المقاس اللي انت عاوزاه. هكمل انا بقى بالسطرين اللي هفضل اكررهم دول، الحشو والاعمده، الحشو والاعمده، لحد ما اوصل للمقاس المناسب ونشوف هنعمل ايه تاني. بصي غرزه البطانيه جميله جدا ازاي، دلوقتي بقت واضحه بعد ما عملنا كام سطر اهي. بصوا جميله جدا الغرزه، وتنفع في بالذات يعني لو عملتيها الشتاء، بتبقى غرزه ما فيهاش فراغات وجميله جدا. ده احنا دلوقتي باقي سطرين وبعدين نعمل الاطار، وانا قلت لكم في الاول مقاسها متر في متر. هنكمل بقى زي ما قلت لكم، انا حبيت اوضح لكم يعني الغرزه تاني. بعد سطر الاعمده زي ما قلت لك بنعمل سطر الحشو، بنرتفع سلسله نلف الشغل. دايما دايما سطر الحشو بيبقى في ظهر الشغل، او بص ظهر الشغل عامل ازاي، ده الظهر يعني ليها ايه وش، ده الوش بتاعها وده الظهر. يعني بطانية جميلة جدا. طبعا لو عملها الولد تعملها لبني بقى. بص كده حشو اهو، حشو لآخر السطر زي ما قلت لك. الحشو دايما بيبقى في غرزة الحشو دايما في ظهر الشغل، وسطر الأعمدة بيبقى على وش الشغل. سطر كله حشو. شفت البطانية غرزتها جميلة جدا ازاي، وهي تعتبر برضو غرزة جميلة جدا للشتاء، لان طبعا ما فيهاش فراغات. ولو تعمليها الولد ممكن تعمليها لون لبني او اي الوان تانية. بصي الغرزة من قريب جميلة جدا، الغرزة لها وش وظهر، يعني ده الوش الظهر بالشكل ده اهي، ده الظهر. بصوا متساوي شكله حلو، وده الوش، وبص الحرف بتاعه طالع مظبوط معانا. احنا دلوقتي فاضلنا سطرين وبعد كده نعمل الحواف بتاعتها، وزي ما قلت لك هيبقى مقاسها متر في متر، ده اللي انا هعمله. دلوقتي هنعمل ايه، كنت عامله سطر الاعمده اهو، هعمل بقى سطر الحشو. زي ما ده الوش، بصي غرزتها جميله جدا. ارتفعت السلسله وهلف الشغل، قلت لك الحشو دايما على ظهر الشغل. هنعمل حشو لاخر السطر، هعمل السطر كله حشو. كده خلصنا سطر الحشو كله، هنيجي بقى نرتفع 2 سلسلة زي ما بنرتفع ونلف الشغل. هنا ده عمود عادي اهو،
هنشتغل عادي عمود امامي والعمود الامامي عند غرزة الحشو اللي فوقه هنعملها ايه عمود عادي. لف الخيط ده الامامي اهو عند غرزة الحشو اللي فوق، يعني الغرزة الحشو اللي فوق العمود الامامي بنعملها عمود عادي، والعمود العادي بنعمل عمود امامي كده. ده اخر السطر برضه، عمود عادي على فوق في الحشو، في سطر الحشو عمود عادي، في السطر اللي تحت عمود امامي، السطر اللي فوق في الحشو عمود عادي، في اللي تحت عمود امامي، لاخر السطر. دلوقتي خلصنا المقاس اللي احنا عايزينه، يعني انت بقى تبداي شغاله بالغرزه اللي عملناها مع بعض اللي هي غرزه جبال القلب او القلبن لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه، وبعدين ابداي اعملي معايا الحواف اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. اخر سطر طبعا هتساليني اخر سطر هيبقى غرزه الحشو ولا غرزه الاعمده؟ غرزه الحشو، قصدي اسفه غرزه الاعمده مش الحشو. بصي اخر سطر اللي هو سطر الاعمده مش الحشو، تمام كده. هنبدا بقى دلوقتي نعمل الحواف. اول حاجه في الحواف هنرتفع 2 سلسله، 1 2، وبعدين اعمل سلسله، السلسله دي مسافه، الـ2 السلسله اللي انا ارتفعتهم دول يعتبروا نص عمود، لان ارتفاع غرزة نص عمود 2 سلسلة، وبعدين عملت سلسلة مسافة. نلف كده هعمل ايه بقى؟ انا كده يعتبر عمود معانا، هسيب الغرزة دي وهعمل في اللي بعدها نص عمود، نص عمود ان احنا بندخل في الغرزة واخرج منهم كله كده، وبعدين سلسلة واسيب غرزة وفي اللي بعدها اعمل نص عمود كده بقى لاخر السطر. سلسلة الف الخيط اسيب غرزة في اللي بعدها نص عمود، شو كنت هنسى واعمل عمود. بصي يبقى احنا ارتفعنا 3 سلاسل، 3 سلاسل، 2 اللي هما ارتفاع النص عمود وغرزة سلسلة اللي هي مسافة، وبعدين عملنا نص عمود بنعمل سلسلة مسافة وبنسيب غرزة من تحت كده. هعمل سلسلة هلف الخيط هسيب دي اجي في اللي بعدها اعمل نص عمود اهو، سلسلة هلف الخيط هسيب الغرزة اللي بعدها نص عمود، سلسلة اسيب غرزة اللي بعدها نص عمود لحد ما اوصل للكورنر او الزاوية هقول لكم هنعمل فيها ايه لحد ما نوصل، لان طبعا الغرزة اللي احنا بنعملها دي هنعملها طبعا بطانية مربعة هنعملها حواليها كلها، فلازما في الزاوية هقول لكم، يعني هعمل بقى السطر كله لحد ما اوصل في الزاوية هقول لكم اعمل ايه. اللي هشتغله دلوقتي هعمل سلسلة نص عمود، سلسلة نص عمود واسيب غرزة من تحت. عملت السطر كله زي ما قلت لكم نص عمود سلسلة نص عمود، وكنا بنسيب سلسلة غرزة من تحت، عمود سلسلة عمود ونسيب غرزة من تحت. ما وصلنا بقى للزاوية او الكورنر، ده اخر نص عمود معايا، هعمل بعديه سلسلة وهاجي في اخر غرزة اهي معايا هعمل فيها نص عمود، وبعدين سلسلة، وبعدين نص عمود في نفس المكان، دي الزاوية هعملت فيها نص عمود سلسلة نص عمود في نفس المكان، نفس المكان برضو هعمل 2 سلسلة، ده في الزاوية هعمل برضو نص عمود، عملت دلوقتي 2 سلسلة وبعدين نص عمود سلسلة نص عمود، ده كله في نفس الغرزة اللي هي الغرزة الأخيرة اللي هي الزاوية اهي. بصي بصي لفت معايا ازاي، اهم حاجة الزاوية معاكي تطلع مظبوطة اهي. عملت
عملت ايه؟ عملت نص عمود، كل اللي هقوله ده في نفس الغرزة اللي هي الغرزة الأخيرة، نص عمود سلسلة نص عمود، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين نص عمود سلسلة نص عمود، ده في الزاوية. بعد كده بقى هبدأ أشتغل عادي. طبعا هنا مفيش مكان للغرز، تحاولي بقى تلاقي لك مكان وتشتغلي بقى عادي. هعمل سلسلة، هاجي هنا كده هعمل نص عمود سلسلة، هاجي هنا كده، بص هو الخط اللي هو بين السطر والسطر ده، هعمل نص عمود سلسلة، هاجي هنا هعمل نص عمود سلسلة، هاجي هنا كده برضو اعمل نص عمود. بصي باينة هي الخط كده، كده الاخر السطر. بصوا الزاوية معايا طالعة عاملة ازاي، هشتغل برضو كده لحد ما اوصل للزاوية التانية، وهعمل فيها نفس اللي عملناه هنا بالظبط. عشان تبقى واضحة ليكو، انا كنت الخطوط دي كده، انا كنت بعمل فيها النص عمود، يعني بعمل سلسلة نص عمود عند الخط ده كده، عند الخط ده اللي هو ايه الفرق بين السطر والسطر، بعمل فيه النص عمود، تمام؟ عشان طبعا ما فيش غرز زي ما قلنا. هنيجي بقى للزاوية التانية ونشوف هنعمل فيها ايه. بصي بقى زي الزاوية اللي قبلها بالظبط، احنا عملنا نص عمود اهو، هنيجي بقى هنا، دي ده مكان السطر احنا بدأنا بيه في الاول خالص، فدي سلاسل الارتفاع عند تالت سلسلة. انا هعمل بقى سلسلة اهو، بعد النص عمود ده عملت سلسلة، عند تالت سلسلة هنا هدخل اعمل نص عمود سلسلة نص عمود في نفس المكان، يعني اللي عملناه في الزاوية اللي فاتت هو اعمله هنا برضو، وبعدين 2 سلسلة نص عمود، ده كله في نفس المكان، نص عمود سلسلة نص عمود. كده عملت الزاوية التانية. هكمل بقى كل زاوية هتقابلني هعمل فيها كده. بعد كده هعمل سلسلة، هفوت هي غرزة وهعمل نص عمود هنا سلسلة، هفوت غرزة واعمل بعدها نص عمود سلسلة، هسيب غرزة واللي بعدها نص عمود كده بقى برضو لحد ما تجي الزاوية اللي بعدها كده. بصوا جميلة اصلا الزاوية شكلها حلو ازاي. كملت السطور لحد ما عملت انا كده 3 زوايا. بص شكل الزاوية بيبقى عامل ازاي. هنجي بقى للزاوية الاخيرة خالص ونشوف هنقفل السطر ازاي. ده مكان ما بدأنا، يعني احنا كده هنقفل دي الزاوية الرابعة الزاوية الأخيرة، المكان ما بدأنا هنا اللي كنا مرتفعين 2 سلسلة أو 3 سلاسل، يعني مكان ما ارتفعنا هنا. ده نص العمود الأخير، هعمل نص هعمل سلسلة، وهاجي مكان السلاسل اللي هنا ارتفعت منها دي، بص ده السطر اللي بدأنا منه مكاننا هنا مكانها، هعمل نص عمود نفس المكان اللي مرتفع منه سلسلة نص عمود نفس المكان، نص عمود سلسلة نص عمود، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين نص عمود وهعتبر الارتفاع ده ان هو نص عمود التاني اللي انا بعمله، هدخل اقفل منزلق. مش داخله كده، يبقى عملت الزاوية زي بقية الزوايا التانية. بصي اهي ازاي بقى عملتها، نص عمود سلسلة نص عمود، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين نص عمود، والسلاسل اللي انا ارتفعتها قفلت فيها بمنزلقة، تعتبر نص عمود التاني، عشان المفروض اعمل 2 نص عمود هنا و2 نص عمود هنا، فانا عملت اعتبرت الارتفاع هو نص عمود التاني وقفلت، فكده بقت متساوية معايا وال4 اركان كلهم زي بعض. السطر اللي هنشتغله بعد كده اعمدة، والسطر اللي انا هعمله بعد كده هكرره 4 مرات، يعني 4 اسطر، فما دام هنشتغل عمود بلفة فانا هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهلف الخيط
هنا المفروض في سلسلة يعني غرزة هعمل فيها عمود، وفوق نص عمود ده هعمل عمود. وفي مكان السلسلة هعمل عمود، يعني فراغ السلسلة ده بعتبره غرزة بعمل فيه عمود، وفوق النص عمود بعمل عمود، فراغ السلسلة بعمل عمود، وفوق النص عمود بعمل عمود كده. يبقى ارتفعت 3 سلاسل وبعمل فوق كل غرزة عمود، وبعتبر السلسلة دي انها غرزة بعمل فوقها عمود. يبقى انا دلوقتي في غرزة السلسلة اعمل عمود، عمود بلفة عادي، وفوق النص عمود ده هعمل عمود بلفة، السطر يعني السطر كله هعمله عمود بلفة لحد ما اوصل برضو للزاوية، واقول لك هشتغل فيها ايه كده. فوق كل غرزة عمود، يعني فوق السلسلة دي عمود، وفوق نص عمود عمود، هنا عمود 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 فوق كل الغرز لحد ما اوصل للزاوية. بعد ما اشتغلت السطر كله أعمدة بالشكل ده، فوق كل غرزة هي عمود، هنيجي عند الزاوية هعمل ايه. في كل الزوايا هتعملي نفس الخطوة دي، دول 2 نص عمود اللي كنا بنعملهم، اي فوق النص عمود ده عمود، وكان في بعديه سلسلة هنعمل فوقيها عمود، ونص عمود التاني عمود، يعني كده 3 غرز اهو. النص عمود ده عملنا فوقيه عمود وسلسلة، الفرق مش احنا كنا بنعمل نص عمود سلسلة نص عمود، عملت فوق دي عمود وفوق سلسلة عمود وفوق نص عمود ده عمود، هنا فراغ الـ2 سلسلة هعمل فيه عمود، 2 سلسلة عمود في نفس المكان في نفس فراغ الـ2 سلسلة. يبقى فراغ الـ2 سلسلة عملت فيه عمود، 2 سلسلة عمود، وهاجي فوق النص عمود ده هعمل عمود، عمود بلفة، وفراغ السلسلة عمود، ونص عمود فوقي عمود. دي الزاوية. الزاوية تحت كانت ايه؟ 2 نص عمود، نص عمود سلسلة نص عمود، 2 سلسلة نص عمود سلسلة نص عمود. عملت انا بقى فوق ده عمود، وفوق السلسلة عمود، وفوق ده عمود، وفراغ الـ2 سلسلة عملت عمود، 2 سلسلة عمود، وهنا برضو عملت عمود عمود عمود، وكل فراغ 2 سلسلة هيقابلني بعد كده هعمل فيه عمود، 2 سلسلة عمود. هكمل بقى عادي فوق كل غرزة عمود لحد ما اوصل للزاوية التانية اللي بعدها، اهي عمود فوق النص عمود عمود، وفراغ السلسلة عمود، فوق كل غرزة عمود لحد ما اوصل للزاوية هعمل نفس الكلام بالشكل ده. كملنا برضو السطر كله أعمدة، وهنيجي بقى للزاوية اللي بعد كده هنعمل فيها زي اللي عملناه في الزاوية اللي قبلها، نص عمود هنعمل فوقيه عمود بلفة، وفي هنا سلسلة هنعمل فيها عمود، وفوق النص عمود ده عمود، وفراغ الـ2 سلسلة هنعمل عمود، 2 سلسلة عمود، في الفراغ عملنا عمود، 2 سلسلة عمود، وبعدين هنعمل فوق نص عمود ده عمود، وهنا في سلسلة هنعمل فيها عمود، وهنا النص عمود ده كده. يبقى انا في الزاوية عملت عمود عمود عمود، يعني 2 نص عمود عمود، وفي سلسلة عمود كده، وفي فراغ الـ2 سلسلة عملت عمود، 2 سلسلة عمود، وهكمل فوق كل عمود فوق كل غرزة عمود عادي لحد ما اوصل للزاوية الأخيرة. جينا بقى في آخر السطر اشتغلت الزاوية زي ما وريتكم دلوقتي في الزاوية التانية، جينا في دي السلاسل الارتفاع اللي ارتفعناها، فهقفل فيها بمنزلقة،
ثلاثي الارتفاع دي بتعتبر مع الزاوية، مع الزاوية بنحسبها مع عمود مع الزاوية. هرتفع 1 2 3 وانا هكرر بقى السطر ده 3 مرات، يعني المفروض ده كان يبقى 4، ده سطر اهو هعمل 3 مرات نفس الخطوات، ان انا همشي فوق كل عمود عمود لحد ما اوصل للزاوية. هاجي عند فراغ ال2 سلسلة ده هعمل عمود 2 سلسلة عمود، وامشي بقى فوق كل عمود عادي لحد ما اوصل للزاوية برضو اللي بعدها، واجي فراغ ال2 سلسلة اعمل عمود 2 سلسلة عمود. بس هو كل اللي انا هعمله كده 3 سطور كمان زي ده كده، انا هكرر سطر الاعمدة. طيب في حاجة حبيت اقولكم عليها، ان انا لما عملت، احنا طبعا عملنا اخر سطر في غرزة جبال القلب دي كان الاعمدة، وعملت بعد كده سطر النص عمود ده اللي كان فيه فراغات ده، فكان كنت بشتغل على ظهر الشغل، فانا لقيت ان انا الاعمده السطور الاعمده اللي انا هعملها هتبقى برضو على ظهر الشغل، انا عايزاها تبقى في الوش الشغل كده، فاهمني؟ يعني مش عايزه اشتغل على الظهر، عايزه اشتغل على الوش. فعملت ايه بقى عشان اخليها على الوش كده؟ ان انا ارتفعت زي كده ورحت، طبعا انا كنت مرتفعه على الظهر، ورحت لفه كده ومشيت بقى اشتغلت كده بدل ما كنت هشتغل كده. واضحة ولا ايه؟ انا حبيت اقول لكم يعني، عشان انا دلوقتي ايه، احب طبعا يبقى شغالين على وش الشغل مش على ظهر الشغل. لا اما ممكن ما تعمليش الخطوة اللي انا عملتها دي وتعملي اخر سطر الحشو، مش الاعمدة، تمام؟ يعني اخر سطر مش الاعمدة، تعملي الحشو كده هتبقى شغالة السطور اللي احنا هنعملها دي على وش الشغل. واضحة ولا ايه؟ بص دلوقتي انا ارتفعت 3 سلاسل، هعمل كل اللي هعمله فوق كل عمود عمود، اهي فوق كل عمود عمود لحد لما اخلص 4 سطور. سهله اهي وبسيطه. وفي الزاويه زي ما قلت لك في فراغ 2 سلسله هعمل عمود 2 سلسله عمود لحد ما اوصل بقى للاخر هنا، وهقفل بمنزلقه في 3 سلسله ما ارتفعناهم، وبعدين ارتفع تاني واكرر نفس السطر وكده لحد ما يبقوا 4 سطور. ادي 1 2 3 4، تمام؟ عملت بالشكل ده زي ما شايفين معايا، عملت 4 سطور، 1 2 3 4 بغرزة العمود بلفة، والزاوية اهي زي ما شايفينها معانا اهي بالشكل ده. فاضل سطر واحد اللي هي الحواف من هنا، عشان تديها شكل حلو ونعملها حواف كده بسيطة وسهلة ان شاء الله، ويبقى كده خلصت معانا البطانية. هنشوف بقى نعمل الحواف دي ازاي. انا قفلت طبعا في سلاسل الارتفاع، قفلت في 3 سلسلة منزلقة. فهبدأ بقى اعمل الحواف دي ازاي، سهلة قوي. مكان ما قفلت كده انا هرتفع سلسلة، الغرزة اللي بعدها على طول هعمل حشو، يبقى ارتفعت سلسلة والغرزة اللي بعدها عملت حشو. هسيب 1 2 هدخل في الثالثة اعمل عمود، يبقى هسيب دي واسيب دي وادخل في الثالثة اعمل عمود بلفة، يعني في نفس المكان اللي انا دخلت فيه ده هعمل 3 عمود، عمود كمان في نفس المكان، عمود كمان، في نفس المكان 3 سلاسل بيكو. بص بقى البيكو بدخله فين، عشان بص هدخله هنا عند راس العمود، هنا كده هدخل كده هعمل بيكو اهي، وبعدين حشو. ممكن كذا مرة اقول لما كنت اقفلها بمنزلقة مش بحشو، لكن انا بحب اقفلها بحشو علشان بتبقى البيكو باينة كده وظاهرة اكتر. نفس المكان هعمل برضو 3 عمود، هسيب الغرزة دي والغرزة دي كده وهدخل هنا اعمل حشو، وهسيب دي وهسيب دي غرزتين اتنين، وهدخل هنا اعمل عمود بلفة نفس الحكاية برضو، 3 عمود بلفة. اكرر بقى ثلاث سلاسل بيكو هنا كده، بدخل هنا
واعمل حشو نفس المكان، هعمل 3 عمود برضو. هسيب الغرزة دي والغرزة دي وادخل نعمل حشو. بصي ده شكل كده زي التاج كده، حلو قوي. اي واضحة اهي، 3 عمود في نفس المكان، برتفع 3 سلاسل اعمل بيكو، واعمل 3 عمود برضو في نفس المكان، بسيب غرزتين واعمل حشو، بسيب غرزتين واكرر. تاني هسيب الغرزة دي والغرزة دي، 1 2 وهدخل في التالتة، هسيب دي واسيب دي، ادخل في التالتة وهعمل عمود، 3 عمود. ثلاث سلاسل وهاجي هنا كده اعمل بيكو، 3 عمود برضو في نفس المكان، هسيب الغرزة دي والغرزة دي وادخل في اللي بعدهم اعمل حشو في الغرزة الثالثة، هسيب الغرزة دي والغرزة دي وادخل هنا اعمل برضو عمود، يعني 3 عمود في نفس المكان. ثلاث سلاسل بيكو، 3 عمود، هسيب الغرزة دي والغرزة دي وادخل اعمل حشو كده بقى، وهكذا. هكمل لحد ما اوصل للزاوية اهي، بصوا كده قربت اوصل للزاوية اهي. مش احنا كنا بنعمل حشو ونسيب غرزتين وبعدين نعمل الاعمدة ونسيب غرزتين ونعمل الحشو كده، بنسيب غرزتين غرزتين. انا جيت بقى في الاخر حسبت الغرز اللي هي قبل الزاويه، فلقيت انا هسيب غرزه واحده مش غرزتين. يعني انت تظبطي غرزك بحيث ان لما توصلي للزاويه يبقى مكان الزاويه الاعمده دي، مش الزاويه يجي مكانها الحشو، لا، المكان لما توصلي للاتنين الزاويه اللي هي الاتنين سلسله دول تبقي الاعمده اللي هي اللي فيها الاعمده دي مش الحشو، خلاص. فانا لما حسبتهم لقيت علشان اوصل هنا اعمده، فانا مش هسيب غرزتين، هسيب غرزه عادي جدا، مش هيحصل حاجه. يبقى انا دلوقتي بعد الحشو هسيب غرزه واحده مش غرزتين، وهدخل اعمل 3 عمود، ثلاث سلاسل. ممكن البيكو ده ممكن تعملي سلسلتين او 3 سلاسل براحتك، برضو في نفس المكان، 3 عمود. هسيب زي ما قلنا غرزة واحدة وهدخل اعمل حشو، هسيب غرزة واحدة واعمل الاعمدة، بعد ما عملت الاعمدة هسيب غرزة وادخل في بعدها اعمل حشو. في بقى غرزة واحدة هي اللي احنا بنسيبها، وهدخل هنا بقى اعمل الاعمدة. يبقى انا عملت الحشو اهو، سبت غرزة عملت حشو وسبت غرزة وهدخل اعمل الاعمدة. فانت تظبطي لما تقربي للزاوية تظبطي زي ما انا ظبطتها كده. هنا بقى في الزاوية هعمل ايه؟ هعمل زي دول بالظبط بالظبط، بس بدل 3 عمود 4 عمود. يبقى هدخل اعمل 4 عمود، بس هو ده الاختلاف في الزاوية بس، ان انت بدل ما عملتي 3 عمود نعمل 4. 2 3 4، 3 سلاسل بيكو،
ديكوفين هنا كده. أربع أعمدة، أربع عمود، 3 سلاسل بيكو، 4 عمود. هسيب غرزة في اللي بعدها حشو كده. هنا بقى هتسيب بقى غرزتين وغرزتين عادي. بص الزاوية، بص الزاوية اهي، بص الزاوية طالعة معانا عاملة ازاي. يبقى دلوقتي هنمشي عادي زي ما كنا ماشيين بقى في الأول. هنسيب غرزتين وبعدين نعمل حشو، وبعدين نعمل، نسيب غرزتين ونعمل الأعمدة، نسيب غرزتين ونعمل حشو، ونسيب غرزتين ونعمل الأعمدة، لحد برضو ما توصل للزاوية التانية تظبطيها برضو زي ما ظبطنا دي. شوف هتسيبي غرزتين ولا هتسيبي غرزة. كده بقى نفضل نعمل كده. وفي الزاوية زي ما قلت لك 4 عمود، 3 سلاسل بيكو، 4 عمود، ده الفرق بس انك بتزودي عمود من هنا عمود من هنا. هفضل بقى اعمل كده لحد ما اخلص المربع كله، البطانية كلها. كملت الحواف كلها بالشكل ده، وصلت للاخر. هنقفل ازاي؟ دي غرزة الحشو اللي احنا بدأنا بيها، مش احنا كنا مرتفعين سلسلة وبعدين غرزة الحشو، هاجي فيها وهقفل بمنظري في الحشو. يبقى كده مظبوط، بين دي وبين دي غرزة حشو، بين دي اهي ودي غرزة حشو، وبعدين نعمل سلسلة تأمين ونخلص الشغل الحمد لله. بصي ممكن تعملي يعني ممكن تعملي البطانية كلها باللون ده البمبة، وبعد كده الحواف دي كنت تعملها ابيض مثلا لو عايزة تغيري اللون يعني. يعني ممكن تعملي لونين، دي بلون ودي بلون. كمان علشان الامانه العلميه يعني، انتوا اخر سطر يفضل ان تخليه حشو، علشان انا لما خليت اخر سطر اعمده فطلع الشغل ده كنت هشتغله على الظهر يعني، يعني ده كان يبقى الظهر وده كان يبقى الوش بتاع الحواف دي، واخدين بالكم قصدي ايه يعني. لكن انت لو عملتي يعني انت عملتي اخر سطر اعمده، هي الحواف دي هتبقى شغلها من ناحيتي تمام. لكن لو انت عملتي اخر اخر سطر حشو فهيبقى شغلك على الوش، على الوش بالشكل ده. فانت اعملي اخر سطر من دي حشو مش الاعمده، وبعد كده اشتغلي بقى النص عمود اللي احنا عاملينه ده، وبعدين الاعمده دي عادي. بس يعني هي الحكايه انك اشتغلي اخر سطر حشو علشان شغل الحواف يبقى على وش الشغل مش على ظهر الشغل. كميه الخيط احنا قلنا البطانيه متر في متر. كمية الخيط اللي اخدتها 300 جرام. 300 جرام الشلة بتبقى 100 جرام، يبقى خدت 3 شلات، والابرة كانت مقاس 4، والخيط اليس بيبس كريم زي ما قلنا. مش فاكرة قلت لك رقم اللون ولا لا، بس هو لون البامبا اهو عادي بالشكل ده. كده خلصت معانا. لو كان الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لنا رأيك في التعليقات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.